انت ادرى مني بنوع الكاميرات المناسبه هنا. انا كل اللي يهمني ان انا عايزاها تكون صغيره وتتحط في اماكن محدش يقدر لا يلاحظها ولا يميزها. فهمت حضرتك بقى. الفيلا بس بسم الله ما شاء الله يعني حجمها كبير، هتحتاج كاميرات كتير يعني. انا مش محتاجه غير واحده بس، مش هنحطها هنا، هنحطها في اوضه النوم. اوضه النوم؟ تعالى معايا اوريك اوضه النوم. ايوه تعالى معايا. تعالى تعالى معايا. هاجي معاك. انت عايز تصوري ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا مسافره مع ماما لمده شهر. مش كتير شهر؟ هي فتره العلاج كده. هي عندها ايه بس؟ الف بعد الشهر عيانه ومحتاجه فتره علاج لمده شهر. خلاص انتوا ادرى بقى، انا شخصيا مش هستكتر شهر ده. اتفضل. اوه يا نهار اسود ومنيل. ست مين اللي تاخد مكانك في غيابك يا ست هانم؟ ده في ماسورة نسوان هتضرب في البيت وانت مش موجودة. بقى بذمتك في ست تسافر وتسيب جوزها في أوضة زي دي لوحده؟ ده مش محتاج شيطان يوسوس له، ده محتاج شيطان يهديه. يبقى فضل شوف شغلك وحدد لي مكان الكاميرا فين. حاضر. ايه ده؟ انت بتدور على ايه عندك؟ بشوف مكان نحط فيه الكاميرا عشان اشوف المصيبة اللي عايز يعملها. طب مبدئيا كده احنا هنحتاج كاميرتين في الاوضه. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ السرير كبير فممكن مع الشقلبه ساعات كل وشوش ما تبانش. شقلبه؟ ماشي. مش كده ولا ايه؟ تمام. البيت ده فيه اوض تانية؟ في تلات اوض تانية غير الاوضه دي. تلات اوض فيهم نفس السرير ده؟ نفس الحجم. يبقى هنحتاج في كل اوضه كاميرا، وانا مش ضمني هيعمل عملته في انهي اوضه؟ عندك حق. مش كده؟ ايه ده شباب؟ نسينا المطبخ. ايه هيقعد في المطبخ كمان؟ يا هانم المطابخ ياما شافت بلاوي. المطبخ من هنا، اتفضل معايا. عيب، انا قلبي كان حاسس. لعلمك بقى الترابيزه دي مناسبه للوزيره جدا، سويت كاميرتين المطبخ عشان ماتت. حاضر. يا جلال بيه، والنبي حضر لي بكره 10 كاميرات لفيلا نبيله هانم. 10 كاميرات؟ ايوه 10 كاميرات يا باشا. 10 كاميرات يا ابن النصابة. بلا مفاجآت وانا من وجهة نظري. الله 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 الله. ايه ده؟ الشاي كان بنص جنيه بقى بجنيه، والقهوة كانت بجنيه بقت ب2 جنيه. دي قفزة تاريخية في الأسعار. ده غير القرفة واليانسون والكركديه وحجر المعسل اللي بقى الدب. يا عم ارفعوا المعسل زي ما هم عايزين، أنا شخصياً ما بشربش شيشة. بس أنا بشرب يا أخي. يا معلم صبحي، ايه النقطة اللي انت نطيتها في اسعار المشاريب دي؟ انت مش شايف الدنيا عاملة ازاي؟ اخس اخس عليكم اخس. بس تختار على مصر جنيه ولا جنيه ونص زيادة؟ مصر مالها ومال الجشع يا معلم. الله يسامحك يا استاذ ابو المحاسن، الله يسامحك يا استاذ التاريخ. مصر هتلعب نهائي افريقيا بكرة، وكلنا لازم نقف ورا مصر. التشجيع ده مش محتاج كراسي، والكراسي دي بفلوس، ثم وصلة الدش اللي زودوها علينا عشان وصلنا النهائي. انا مستحمل كل ده علشان مصر، انا بحب مصر. ايوه انا بحب مصر، واهو اهو واحد تاني بيحب مصر. يا استاذ عمر تعال اشهد معانا. تعال يا استاذ عمر، تعال اشهد معانا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اشرب بيه يا معلم صبحي. شفت الاستغلال يا عمر يا ابني؟ في ايه يا عم جرجس؟ المعلم استغل وصول مصر للنهائي بطوله افريقيا ورفع الاسعار وبيتمحد في مصر. وايه علاقة مصر بالمشاريب يا معلم صبحي؟ مش فاهم يعني. الله، مين اللي قالك تتكلم؟ حد قالك تشهد؟ يا نهار اسود ومنال، انت مش لسه طالب شهادتي دلوقتي؟ وانت اديتني الوصلة ببلاش، حنيت عليا؟ اقطع الوصلة عنه يا عمر يا ابني وتعالى ركبها عندي في السطوح، وانا اخلي كل الجيران يجوا بكراسيها ومشاريبها ونتفرج كلنا في هوا ربنا وببلاش. طب خلي ده يحصل يا جرجس ورحمة ابويا عوري. الله الله جرايه يا معلم صبحي، ما يصحش كده، انتوا ولاد حتة واحدة. الله يقطع الدش على الوصلات اللي هتوقع الناس في بعض. مش الوصلات اللي هتوقع الناس في بعض، الجشع والطمع. جشع؟ انا هوريكم الجشع اللي على اصوله. القهوه بين الشوطين ب3، ولو في وقت اضافه ب4، ولو قعدت اهداف ب5. شفت يا معلم؟ راح على العماره، اموت وادخل اوضته اللي على السطح. Thank you.
ما تريحي نفسك شويه ست الكل، ده انت واقفه على رجلك من صباحيه ربنا. يعني انا اعمل ده كله واحرن على السلطه والبتنجان المخلل؟ طب ما تسيبيها على راحتها يا طنط، تلاقي فرحتها برجوع كامل مش مخليها حاسه بتاعها. ولا يا حماتي؟ او النبي يا ريعو يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده اغسل ايدي واجي لك. ايش ايش ايه ده يا روق؟ من زمان يعني ما شفناش العزف المنفرد ده. ازيك يا امه؟ تسلم وتعيش يا حبيبي. ازيك يا ريعو؟ 100 فل و10. عامله ايه يا هدى؟ الحمد لله تمام، الحمد لله على سلامه كامل. الله يسلمك، عقبال ما نفتح رجلي بقى قريب. فيها. طب ما تقول لنفسك. اقول لنفسي ايه؟ نفرح بيكم انتوا الاثنين. انت بتزهقيش يا وليه؟ لا يا روح الوليه، يا واد اسمع كلام، البت غلبانه ومنكسره وعلى نياتها وشاريه. الله، طب ما اللي قبلها كانت شاريه برضك يا امه. بطه بيتي يا بطه يا بطه. ايوه ايوه يا هدى. انت انا هستاذن بقى خلاص، انت ما عادش ليكي حجه، هو راجل البيت رجع لك خلاص. اه كفاره انت، دور المحرم انتهى برجوع سي عمر. انت رايحه فين يا بت؟ ما انت قاعده معايا شويه. معلش يا ستي خلينا نمشي، انتوا عيله في بعضيكم. يا سلام، وانت ايه يعني يا هدى؟ ما انت واحده من العيله. معلش خليني استاذن. على اذنك يا طن. والنبي ما انت نازله. النبي من غير حنفل لازم انزل، سايبه امي لوحدها ما انت عارفه. تسلمي لي يا هدى، اتعب لك يا حبيبتي يوم فرحك ان شاء الله. معلش بقى يا ريعو، اخش اتشطف وغير عشان اجيب كامل من المطار. اظن بقى عمر ما دام الكبير رجع بالسلامه يبقى خير البر عاجله، ونقصر ليلتنا انا واختك فاطمه. بقول لك يا بت. ايه؟ بقى عايزه تتجوزي الافندي ده وتسيبيني؟ بصراحه؟ ايه قالت لك لا؟ ربنا يبارك لك. عيشه دي ندي ربنا ما تسمعيش الناس صوتنا اخر الليزه كل يوم الحياه. وهم بيعملوا حاجه غير انهم يسمعوا ويشوفوا؟ ده احنا بقينا مشاعل الكل، لا خروجه نخرجها لوحدنا ولا باب شقه يتقفل علينا، لو كمان بكره الواد يكبر ويعيش معانا في نفس الاوضه زي ما تكون العيشه بتدعي عليك. انت داخله على الوضع ده من الاول، لازمتها ايه بقى النمرده اخر الليل دي؟ مش نمرده يا عمر، دي الخنقه. الخنقه؟ ربنا يكرم اصلك يا بنت الناس، ادي الله ودي حكمته. طب ان شاء الله هات لي اوضه وصاله يتقفلوا علينا لوحدنا، انا مش طالبه منك شقه في المهندسين ولا حتى في المانيال. يا حينا وحيك ربنا، منين؟ ادعي لنا بالرزق بدل نات باخر الليل ده وتعالي نامي يا بنت الناس.